الشخصية الثانية أيضا نقرأها شباب أمامكم، وسوف أكبر الشاشة طبعا لكي نقرأها معا، أريد أن تقرأوها معي يعني لو واضحة. الشخصية الثانية أنا نمبر 2 وأقرأها، لو لم تكن واضحة أيضا نقرأها شباب. الشخصية الثانية الإسلامي المتشدد والمتطرف فكريا وعقائديا، هؤلاء موجودين أيضا، هذا النوع الثاني، الإسلامي المتشدد والمتطرف فكريا وعقائديا. هذا النوع من الإسلاميين يحمل نظرة التطرف الشديدة بأن الإسلام هو الحل لكل أزمات البشر، والإسلام هو العدل والسلام، وأن الإسلام هو دين الحق، وهذا الشخص لا يقبل بأي فلسفة أو فكر أو عقيدة تناقض مفاهيمه، وهو أيضا ففي نظره أن أغلب الناس لا يفهمون وجاهلون ومتآمرون وأعداء الإسلام، وفي نظره أيضا أن كل حروب محمد هي حروب عادلة، فهؤلاء الذين قتلهم محمد هم مشركين وكفار وواجب قتلهم لأنهم أعداء الله. ومن هذه الفئة نجد هناك متطرفون يتصفون بالعداء الشديد للغرب ويلومون الغرب بشدة بأن كل الذي يجري في الشرق الأوسط هو من تخطيط الغرب. ونرى هذا النوع موجود في الصنفين السني والشيعي. من الجانب السني نرى السلفيين والإخوانيين والوهابيين كما تعرفون، ومن الجانب الشيعي هناك الشيعة الاثنا عشرية وغيرهم، هناك أيضا شيعة آخرين متطرفون يعني غير الاثنا عشرية، هذه مجموعة جدا متطرفة. والصنفين هم خطرين جدا جدا على السلام العالمي وعلى الإنسانية. لماذا؟ لأنهم قاعدة لتجنيد وتحريض الشباب والشابات باتجاه التخريب والتدمير. هذا النوع الثاني الذي أنا قرأته، هذا المتشدد جدا جدا بالإسلام، هو يعتقد الرسول محمد هو رسول حقيقي والقرآن من الله والقرآن منزل على محمد والجهاد، وحتى مسألة قتل اليهود وغزوات محمد يقول هذه كلها لأنهم وقفوا ضد محمد وهؤلاء كفار ومنافقين، وكل الغزوات يتغاضى عنها. عندما نقول له طيب القتل ليس يعني ليس من طبيعة الكون، يقول هؤلاء كفار منافقين ضد الإسلام ضد الرسول، هؤلاء حاربوا الرسول. هكذا موجودين في العراق ومصر وموجودين يعني في العالم، متشدد جدا 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 جدا، ويرى أننا أعداء الإسلام وأننا خونة وأننا متآمرين على الإسلام وأننا ضد الإسلام، هكذا ويرى. زائدا يرى أيضا أن الغرب، هو يلوم الغرب باستمرار، يقول الغرب هو السبب بتدهور الاقتصاد في العراق في مصر بنشر الحروب بالمجاعة، كل شيء يلوم الغرب، يكره الغرب، يكرهون الغرب بشدة 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 كثيرة بشدة، ويهودي مسيحي علماني ملحد في نظري هؤلاء كفار لا يفهمون لا يفقهون، في نظري فقط أن الإسلام هو كل شيء ومحمد هذا لا أحد يستطيع أن يعني أن يصل ولو ذرة إلى منزلة محمد، هكذا هو، هذا هكذا يفكر، ومحمد من الرسل العظام، وتراه في الليل والصباح يصلي صلاة صلاة ويدعي ضد اليهود ضد المسيحيين موجودين، يعني يا إلهي اعمل كذا اعمل بيهم كذا حطمهم دمرهم بشدة بشدة بشدة. وحتى من مسيحي لا يلمس المسيحي، يقول هذا نجس، موجودين حتى طعام مسيحي لا يأكل، جدا متطرف في الشيعة، موجودين في النجف وفي كربلاء وفي إيران، من الشيعة جدا تطرف شديد شديد شديد. من الشيعة يقدسون علي بن أبي طالب ويسموه هذا ذو الفقار والحسن والحسين، و ولديهم يعني ما يسمى بالسيد أو آل الصدر وجماعة الصدر وجماعة فلان والحجة والمهدي المنتظر، تطرف. هذين الصنفين جدا خطرين على الإنسانية. لماذا؟ لأن هؤلاء هم القاعدة للتحريض والخراب ونشر الجهل
ونشر الفساد في عقول الشباب الأبرياء والشابات الأبرياء. لماذا؟ لأن الإسلام دائما يحتاج جنود، جنود الفكر وجنود بالسلاح، لأنه يريد أن يحكم. الإسلام كيف حكم؟ الإسلام حكم عن طريق البشر. هؤلاء كيف يكونوا جنودا؟ يكونوا جنودا عن طريق التطرف. فالشيعة يعتبرون أن كل واحد لا يؤمن بالإثنى عشر هو كافر ومصيره النار. ليس فقط كافر، مصيره النار. خطرين جدا، موجودين في العراق، جدا خطرين، خطر، خطر حقيقي على الإنسانية وعلى التاريخ البشري وعلى العلوم وعلى التطور الحضاري. يعيشون ببقعة صغيرة لا يوافق على أي تغير. إذا كان شيعي فالإثنى عشر إمام هم كل شيء، وموجودين. عندما بدأت الإنترنت بدأوا بالتحريض في اليوتيوب، تحريض 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 تخريب. وفي عندما استلموا في العراق وفي إيران، عندما استلموا السلطة فسدوا، سرقوا مبالغ وجرائم قتل وتدمير، مليارات الدولارات نهبت من هؤلاء، يعني هؤلاء نهبوها. وإيران أبشع 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 أبشع، فكر بشع 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 بشكل لا تتصوره أنت. يعتبرك كافر، يعتبرك أنك أنت جاهل، يعتبرك أنت لست إنسان إذا لم تطيعه أو إذا لم تأتي معه. أنت لا تفهم، أنت عدو الله، أنت منافق. وكل القراءات الغزوات وحروب علي بن أبي طالب والقتل لا يفكر فيها، يقولون كله هذا نفاق. هكذا منافقين أعداء الله لا يفهمون، جهلة، عبدة نار، هكذا مجوسي، عابد حجر. من هذا؟ كيف هذا يعيش؟ هذا عابد حجر، هو هذا بفكره. الإسلام أتاه لكي يعطيه الحرية والسلام، وهذا رفض الإسلام فيقتل. كافر. موجودة حتى نساء، نساء يعني في العراق تلبس العباية شيعية متطرفة، ويهودي تكره اليهودي، تكره المسيحية، في النار في النار، هكذا في النار هؤلاء. وحكموا النجف، النجف النجف متطرفة، وكربلاء كلها، ومكة نفس الشيء، مكة والبحرين والكويت، تطرف تطرف. فعندما نتكلم حول الحب الكوني والسلام الكوني، وأن الله يحب الناس، والله لا يفرق لا بين يهودي، والله محبة، الله فيك، الله حولك، وعندما نقول أن الله موجود في الورود، موجود في الأرض، الله الحب السلام، لأنهم مساكين، ويعني آسرهم 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 الإسلام 1400 سنة. طبعا هذه الشخصيات الستة هي مسكينة، مسكينة يعني، لأنها مخدوعة، نائمة، نائمة بحلقة جدا ضيقة، لا لا، مكبوس مكبوس، كبس كبس يعني، كبس بشدة بشدة، مسكين يعني، مسكين لا يرى. وحتى طبعا هناك انصدموا تركوا الإسلام، يحدث يعني، هناك داعشيين إرهابيين تركوا الإسلام انصدموا، وهناك أيضا متشددين كسروا الحلقة، وكثير أيضا نفس الشيء يعني، كثير من الذين من الشخصية الأولى والشخصية الثانية الإرهابيين والمتشددين تركوا الإسلام، موجودين في اليوتيوب قصص يعني. تطورت الإنترنت، تطورت علوم ما بعد الموت، ماذا يحدث ما بعد الموت، ليس السر الآن، كله كشف وموجود، حلقات وضحنا وأعطيناكم المصادر أن بعد الموت ليس هناك لا هو هذا يوم قيامة علي بن أبي طالب أو يوم القيامة، كله تصميم استعماري إسلامي. ما بعد الموت اليهودي والعلماني والملحد والمسلم والعربي والهندي كله في محطات إيجابية عندما يعمل أعمال إيجابية في الأرض، وضحناها حتى بالتفصيل، لدينا برامج بالتفصيل، أنا وضحتها بالتفصيل، وقضيت وقت طويل أبحث فيها. علوم ما بعد الموت موجودة كلها، وضحناها بالتفصيل. كل القرآن أكاذيب، نصب
احتيال على الناس من أجل تجنيدهم، ها، من أجل أن محمد يحكم وجماعة محمد يحكم والسياسيين الفاسدين يحكمون، هو هذا فقط، لا أكثر ولا أقل من هذا. فهذا النوع الثاني، الإسلامي المتشدد والمتطرف فكريا وعقائديا. ممكن هذا لا يقتل، يعني ليس مثل الداعشي أو لا يأسر، لكن هو في داخله تطرف، كره، حقد على الأرض كلها موجودين يعني، لكن خطرين جدا جدا خطرين. هم الذين زرعوا داعش، وهم الذين زرعوا الأحزاب الشيعية في العراق ولبنان، وهم الذين جندوا الشباب، ضحكوا على الشباب، ضحكوا على شباب وشابات. هذا الشخصية الثانية.